لقد أسهمت عمان على امتداد تاريخها الطويل في صنع الحضارة الإنسانية، وكان لأبنائها جهد غير منكور في خدمة هذه الحضارة. فالموقع المتميز لهذا البلد الطيب والروح النضالية التي حملت العمانيين إلى أقاصي الأرض يجوبون البحار ويمتطون الأخطار فيلمسون بأيديهم ويشاهدون بأعينهم ويخالطون بقلوبهم وعقولهم صنوفاً من الحضارات وضروباً من الثقافات وأشكالاً متباينة من التقاليد والعادات، كل ذلك كان له ولا شك أثر بارز في البناء الحضاري الذي شاده الآباء والأجداد وصاغته الأجيال المتعاقبة تراثاً حياً خالداً يجسد ملامح التاريخ وملاحمه ويعبر بصدق عن الثراء الباذخ للتجربة العمانية الضاربة في أعماق الزمن.